كده خلصت الجزء الفوقاني، انا نفسي على الفين زي ما هو اقوم عامل ايه؟ قافل الفين تاني، قافله كويس، واقوم ايه؟ قالب ايدي لتحت. ليه بقلب لتحت؟ عشان الفينز في المنطقه دي كانت طالعه الاول كده بتقوم داخله ديبر كده في الثرى في معظم الناس، الناس اللي رفيعه جدا بتتعبك شويه، ولكن من حق يعني افتراض ان انت بتمشي ما بتقلبش البروج لتحت، في واحد بيشتغل كده لا بيقلبه لفوق ويسحب ويسحب ايده وهو قلبه كده خلاص. لكن انا في شغلي تعودت بالعرض او جاي فردت بالطول تاني ورحت ميديال ورد الجانكشن، وهنتكلم عن جانكشن دلوقتي خلاص، وفردت كده الفين وقمت قالب لتحت، انا خلصت المنطقه بتاع فوق قوم قالب لتحت كده، ده مين؟ ده اخر الكومن فيبرال وجاي البايفركيشن بتاعه، انا نازل معاه سحبت ايدي بقى لتحت شويه معاه، هنا بدات بقى ايه برانشات ده كومن فيمورال وبدا يديني السوبرفيشال فيمورال اللي هو ده هنا الكسر معلش ايوه، يبقى دوت الكومن فيمورال وبدا يتقسم ديب فيمورال وسوبرفيشال فيمورال، امشي مع السوبرفيشال فيمورال شويه قبل ما امشي ممكن اقف على المنطقه دي واقيمها، احط الكلر هالستيلينج ده ينفع؟ مالي ثانية واحدة، هو مالي حلو لكن انا كبشتغل دولار ما احبوش كده، احب دايما اركب الصح مع انه وانا كويس جدا وجاب لي الايه اللي انا عايزه، لكن انا اقوم عامل ايه؟ ستيل كده؟ لا انا ما اعمل كده ستيل تاني العكس يبقى زي الفل، ده الصح، ده الستيلينج الصح، اللي بيشتغل دولار وبيحبه ما يحبش يحط الصوره الا ما تطلع زي الفل كومبليت كلر فيلنج كده، انا اتاكدت المنطقه دي كلها زي الفل، يبقى ده السوبرفيشال فيمورال وده الديب فيمورال او البروفاندا فيمورال. طيب انا شفت ده كده، عايز تاخد في بعض الصور ممكن تسير ماشي يعني ممكن ايه ممكن فين الزوم انت بقى ايه وانت شغال طلعت معاك صوره حلوه زي كده، على فكره المناطق اللي احنا قلناها دي دوكيومنتد شود بي دوكيومنتد في الريبورت بتاعك جزء جزء جزء، لو انت بتشتغل وتاخد القرار مع نفسك ماشي، لكن هتسافر بره او في مكان يكون فيه سونوجرافر شغال هيبعت لك المناطق دي حته 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 او جزء جزء جزء، فلما يبعتها لك انت تيجي تكتب ريبورت ازاي؟ بتخلص الصوره دي وتخلص بتعرف الاناتومي وتقوم ايه راح تقرأك على الصوره اللي طلعت تمام؟ فين الزوم؟ انا كنت عايز اوريكم ايه لما تطلع صوره حلوه في شغلك مش عيب انك تماركت لنفسك، مش عيب انك تطلع يعني الحاجه الحلوه بتبقى ليها تاني وتقطع منها اجزاء وتحطها في عيادتك او تنزلها في السوشيال ميديا بتاعتك، ايمن تو ماركت يور ورك، الماركتنج بتاعك احد الاهداف اللي انا بحب اعلم الشباب فيها، لان اطباءنا او معظم الاطباء يقول لك ماركت ايه يا عم؟ مش عارف ايه يا عم؟ لا لا لا، this is the new era في العصر الجديد، لو مش هتستخدمها مش هتبقى ليك اثر في اللي انت عايز تعمله، اثرك حلو هتعمل حاجه حلوه، اثرك وحش هتعمل حاجه وحشه. فده موضوع يعني ان شاء الله نحاول فين الزوم؟ سيبني بقى، اما انا مثلا مزوم دي كده اوكي، انا بقى ازوم كده مثلا واقوم طالع دي كده انا بعمل كده ايه؟ عايز اعلمك لما تطلع معاك صوره حلوه تاخدها وتسيبها بس وتحط الداتا عليها، نعم ده بياخد وقت ولكن ده ممكن يفرق معاك في محاضره تعملها، يفرق معاك في 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 هيفرق بالبوزيتيف ساين اكتر من النيجاتيف ساين ماشي؟ يعني طريقه الزوم بقى براحتك خالص، الايديا ممكن كده اهوت وتشرح مثلا لو واحد عايز يعمل بيبر على الفلو هيمودينامكس بطريقه معينه وتاخدها موفي، الاوبشنز بقت معاكم من اروع ما يكون، والموبايلات معاكم وطريقه التسجيل معاكم، ده ما كانش عندنا زمان، فيعني ده مثلا الصوره دي تاخدها عندك وتحطها وكده كده كده. طيب نعود تاني للبي مور، انا كده اخدت الكومن فيمر وبدات السوبرفيشال فيمر، هنزل مع السوبرفيشال فيمورال؟ لا، انا كده خلصت المنطقه دي بايه؟ لو انا بفحص دي في تي عملت اكزيت ترانسفيرس
بيربنديكولر ورحت فوق ورحت تحت سلايدر، بعد كده عملت لونجيتودنال كفاله وخدت الجزء الفوقاني اللي هو الاكسترنال الى كرافت الكوتش ايه دي بي تي، وانا زي ما انا قمت قالب لتحت خدت الجزء التحتاني لحد السوبرفيشال فيمورال بدايته كده خلصت المنطقه دي كدي بي تي خلاص، والصور اللي حطيتها بقيت 100% المنطقه دي من اول هنا لهنا ما فيهاش دي بي تي. تعالوا بقى هنقل بس شويه قبل ما انزل لتحت ولا هكمل الدي في تي لحد السايد وبعد كده نروح للايه للفاليكوز. طيب اعمل الجزء الثاني من السايد ازاي؟ انا خدت الجزء الاولاني هرجع ثاني ترانسفيرس وانزل لتحت. هنزل بقى لتحت، جيت عند ادي رجعت تاني عرفت ان ده واحد وده واحد، نزلت نزلت لحد ما اتقسم. بقى ده مين؟ ده هو ده اسمه ايه؟ ده انا تاني اهو تاني معايا كاناتومي، ده ميديال وده لاترال، ده ارتو ده توما فيمورال ارتو وده فين دوست عليه قفل. همشي معاه همشي معاه، ده بقى اثنين وده بقى اثنين، بس لو تلاحظوا الفين جه هنا وجه هنا اهو، يبقى الفين في حضن الارتري، ادي الارتري وادي الارتري الثاني، وانا نازل لتحت نازل لتحت بركز على دول كويس. ده مين؟ الارتري سوبرفيشال فيمورال ارتري، ومعاه مين؟ هدوس على الفين ايه؟ قفل، امشي معاه لتحت اهو على طول. يبقى انا في تريك هعملها في الساي طالما شايفه كويس ومظبط الفيمود بتاعي، همشي عليه بالترانسفيرس بيربنديكولر لحد ما اوصل لحد الادكتور كانال. دي الطريقه السريعه اللي تخلص بيها شغل، هتمشي كده دوست قفل دوست قفل دوست قفل دوست قفل قفل كله ها خلاص. او جاي بقى عامل ايه تاني كدوكيومنتيشن؟ او فاهم الدكتور الارتري هو السوبرفيشال واللي تحت منه هو مين؟ الفين. يبقى الارتري هو دوت والفين اللي تحت، اقوم عامل ايدي لتحت زي ما انا كنت عاوج من الهواء، لان لما بعوج لفوق هنا بيخش الهواء فبتبقاش حلو. ليه؟ لان الاناتومي الفيزلز نازله ديبر خلاص؟ فاقوم عاوج لتحت زي ما انا كنت ماشي وامشي معاه امشي كده اهوت، واقوم ايه اجيب صوره حلوه كده زي دي كده وانا عاوج ايدي كويس الى اقصى درجه عوجه ممكنه، واقوم حاطط الكلر، هتلاقي الارتري والفين طلعوا زي الفل. مين الاحمر؟ طب ازاي عرفت؟ عشان هو ديبر. طب ما الكلر اعلى، بصوا معايا الكلر اكوردنج تو ذا ماب الاحمر طالع كده خلاص. دي حاجات بقت ايه في دماغك كنت شايفها، والازرق ماشي كده في الانفرت، داس انفرت قلبت الدنيا ما فرقش برضو الازرق رايح لفوق، يبقى الفيزل اتجاهه واحد، الكالر انفيرتد مش انفيرتد. عشان كده قلت لك الدايركشن ده مش ازاي تعمل ايه؟ نمبر 1 تبص على الماب وتعرف من الماب مين اللي طالع لفوق، من الماب الازرق اللي طالع فوق، يبقى ده الازرق، يبقى اللي رايح ناحيه راس المريض مين؟ الفين خلاص؟ طيب عايز تعرف في ريفلكس ولا لا؟ اقوم اقول له ايه؟ اقول للمريض ايه؟ ها؟ بعصر؟ بالزلفا مانوفر ايه؟ اعمل بالزلفا مانوفر بالزلفا ها؟ خلاص؟ اقول له احزق استرين شد اعصر اشخط اخشط، كل بلد وليها اسم، لازم تفهم المريض انت هتعمل ايه وعايز منه ايه؟ وتقول له احزق واستمر في حزقتك ما تفكش الا لما انا اقول لك فك. ثانية واحدة بيحلم دلوقتي مش مهم خلاص؟ فدي نقطة مهمة كويس. طب اقول له احزق ازاي؟ يبقى لازم نطلع كلمة يحزق وهو نايم، ازاي انا ما اعرف. طيب ايه كمان لحد دلوقتي؟ لو عايز تاخد اضافة دوكيومنتيشن اكتر لدي، خدوا بالكم انا عمري ما بصيت للانجل بار حتى وانا جايبها من شوية، حتى جايه دلوقتي مظبوطة ماشي مش فارق معايا، مش عايزها مش عايزها مش ذات قيمة خلاص. طيب انا اهو في وسط الفيزل واقول له وريني يا عم ايه السبوكر فلو بتاعك. يا دكتور ده قالب تحت البيز لاين، دي مصيبه. لا ركز معايا، هو هنا ماشي تحت البيز لاين صح؟
يعني المفروض يكون بيقرب من البروبة اللي بيبعد. بص هنا according to the map بالكلر هو بيقرب. على القاعدة اللي ورناها انك تعرف الدايركشن من ده كله تحت البيزلاين يبقى بيبعد. صح؟ وده اللي انا عشان كده قلت لك ما تاخدش القرار في الدايركشن من ايه؟ من السبيكترا. تاخد القرار في الدايركشن من مين؟ هيبقى ادق. مع انه صح لو دوست انفرت هنا دلوقتي قلب لي دي قلب لي الجزء الاخير اللي كان اكتف وانا شغال اللي هو ده اتقلب. فعشان لكن انت عارف انه مقلوب ولا مش مقلوب ازاي تعرف؟ ممكن تقلب تاني. في حاجه في الشاشه تقول انه مقلوب الاسبكترم ولذلك مش يعني ممكن تاخد قرار غلط. انت تاخد قرار انه بيقلب لو ان شويه مش تحت وشويه مش فوق وشويه رجعوا تحت يبقى انت عندك الاثنين دايركشن قدام عينيك. يبقى الدايركشن ما اخدوش من السبيكترم اخده من السبيكترم فقط لو هو فيه ريفلكس وظهر لي شويه تحت ماشي وشويه فوق ماشي وشويه تحت ماشي بقى قدامي سيني طويل شايف فيه كل شرط ان ايدك تكون في نفس النقطه ما راحتش فوق ولا تحت. هي سواقه عربيه تمام. طيب يبقى الدايركشن اعرفه اكتر من مين؟ من ايه؟ من الكلر وابقى متاكد لان عندي حاجه واضحه وبتديني القرار القانون بتاعها اكوردنج تو ذا ماب. الازرق طالع فوق يبقى الازرق اللي هنا هو اللي طالع فوق. واحد يقول لي الازرق احمر وفين وبتاع لا لا ارتل ولا فين تظبطهم على الارتل والفين. اه ما الارتل دلوقتي احمر صح والفين ازرق كده انت ظبطهم حسب الفسيولوجي حسب اللي احنا عارفين الارتل دايما احمر لكن مش كله كده. يبقى الكالرز هي دايركشنز صح وهي سرعات لكن ما اخدش منها سرعه اخد من السرعه من مين؟ يعني لو حابب اقيس لو حابب اقيس الفلو دوت اشوف سرعته كام دلوقتي هقيسها ازاي؟ نمبر 1 ابص على الانجل بار مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ وجهه نظركم مش شايفينها؟ الانجل بار مالها؟ الانجل بار مالها؟ في الوسط مظبوطه زي الفل. النقطه اللي بعدها بص على الانجل فين درجه الانجل؟ موجودة هنا على المكنة مش مهم موجودة فوق اهي الانجل 60 تنفع؟ تنفع. يبقى لو رحت قست دلوقتي كميجرمنتس رحت قست اعلى منطقة هنا يبقى السرعة اللي ماشية دي اللي طالعة دي كام؟ كام؟ ممكن اقيس؟ طالعة 30 37 ده نورمال خلاص؟ يبقى هنا المقاس اللي طالع ده اكيوريت كتير بيقيس. تخيلوا بقى معايا كده تخيلوا معايا في الانجل بار ماشي براحة سبت سبت كده الانجل بار هعملها كده اهو يبقى الانجل كام دلوقتي؟ الانجل 83. المكنة تعرف منين؟ يعني الفيزل دلوقتي ماشي ازاي؟ زي ما هو معقول لكن هي المكنة عارفة ان الفيزل ماشي زي صباعه وقاست على الزاوية والمعادلة اتضربت على الزاوية اللي هي كام؟ 83. فلو جيت تقيس السرعة دلوقتي شوف السرعة تطلع كام؟ 151. غلط. حتى كلمة 80 معدية 60 غلط. يبقى معادلة الدبلر اتضربت وباظت. خلاص؟ نعود تاني لتكملة الدي في تي. لحد هنا كده انا خلصت واخد صورتين ثلاثه بالشكل ده لحد ما ايه تقفل المنطقه دي كده خلصت فحص الدي في تي في الابر سايد.